أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم أينما كنتم إلى حلقة جديدة من برنامج المشهد. نسعد فيها باستضافة المسؤول الإعلامي لحزب تكتل القوى الديمقراطية. هذه الحلقة مشاهدينا الكرام ستكون على محورين، حيث سنتحدث في المحور الأول عن الحراك السياسي والشعبي الداعم لصمود أهل قطاع غزة والرافضي للعدوان الإسرائيلي ودور ومساهمة حزب التكتل في هذا الحراك، فيما سنخصص المحور الثاني من النقاش في هذه الحلقة للحديث عن دخول الحزب في الاستعدادات الموسم السياسي القادم والمؤتمر القادم للحزب، على ضوء الزيارات التي تقوم بها اللجنة السياسية للحزب لمختلف أقسامه هذه الأيام في إطار برنامج التي رسمت البرنامج الهادف كما تقول اللجنة إلى تنشيط هيئة الحزب والتواصل مع قواعده من أجل التحضير الجيد للمؤتمر القادم للحزب. طبعا كما أسلفت يسعدنا أن يكون معنا لنقاش هذا الموضوع المسؤول الإعلامي لحزب تكتل القوى الديمقراطية الأستاذ بابا إبراهيم. أستاذ إبراهيم، طبعا كما تعلم محورين، أولا نتحدث عن يعني حديث اللحظة وحديث غزة، يعني بشكل عام سؤال عام في البداية، كيف تقيم الحراك السياسي الشعبي الموريتاني في الدعم لصمود الغزة والدعم المواكب طبعا المصاحب لعملية طوفان الأقصى؟ شكرا جزيلا، شكرا على إتاحة هذه الفرصة. في البداية مجدد التضامن مع هذو السجناء اللي سجناء رأي الله كاع واحد منهم سجين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو الباقي نوح العيسى، والثاني هذا المدون اللي نحبس بان بتدخل من الهبة بعد ما تحولت شوربان امن سياسي والله. طيب شكرا، ندخل الموضوع. التضامن معهم، طالب باطلاق سراحهم وراه هو بعد يجي في اطار التراجع للتين والخطير الذي قالوا مؤشر الحريات. ما يتعلق بالحراك اللي كان التكتل حزب التكتل القوى الديمقراطية جزء منه واللي يواكبه من بدايته، اللي الحقيقة قامت به الأحزاب السياسية المرخصة في موريتانيا بصفة عامة انتصارا للأشقاء قطاع غزة ضد هذا الهجوم الوحشي حمم النار اللي تصب على رؤوسهم أنا الليل وأطراف النهار من طرف الكيان المحتل الكيان الصهيوني، وهل عنها لا الحمد لله أكدت موقف اللي عنه محل إجماع بين مختلف الطائف الموريتاني اللي هو موقف من قضية المسلمين الأولى، قضية الأمة العربية والأمة الإسلامية الأولى اللي هي قضية الفلسطينية. خلقت عدة أنشطة في هذا الإطار، بدأت مهرجان وعدل في ساحة المطار القديم، من ثم سلسلة وقفات كانت تخرج بشكل أسبوعي قدام السفارات الدول الأربع الأكثر دعم والراعية لهذا الكيان لهم. بريطانيا بصف هي صاحبة وعد بلفور الوطن البديل اللي يجازيها بالخير إن شاء الله، اللي هي اللي جابت هذا الكيان لهذه الأرض المقدسة، هذا سالم الله تعالى اللي عاد درك لهم قرن الميثاق الوعد اللي قرر نارك، وهم اللي هناك 70 سنه يساموا سوء العذاب من طرف هذه العصابات الاجراميه، عصابات الكيان الصهيوني. الولايات المتحده الامريكيه هي الراعي الاول، السلاح والراعي السياسي والاقتصاد، ودارك اللي تخبط بها غزه صواريخ واسلحه مخزون الولايات المتحده الامريكيه من الاسلحه هو اللي يقصفوا بها دارك. مصنفه حماس وغيرها من الفصائل اللي مدافع عن ارضها، وهذا بعد ما هو منطق طاري مصنفين لانهم حركات ارهابيه، بينما المستوطنين وعصاباتهم للهيارك شو 70 سنة هي تكتب ما هي تحدي اسمها وحاميها جيش مادته الولايات المتحدة الأمريكية بالسلاح وبالعتاد وطالب العالم كامل بدعم إسرائيل وإدانة اللي وعد في الوقت اللي ما هي مخلية حد من الأنظمة اللي تابعة لها ودوره في فلكها واللي وقافة عندها في واجعة أغلبية والله بالكاد كل الدول العربية وأغلبية الدول الإسلامية
ما يخلي احد منهم يقدر يدعمها باطل، لا امه اللي اللي قفوا هم عنهم عادوا يشربوا المياه اللي ما هي صالحه للشرب الا بعض ما حركوا ساكن اياك توصلهم امه ولا اياك يوصلهم غذاء ولا اياك يوصلهم دواء وبقوا محاصرين. ارتكبت في حقهم انواع الجرائم اللي قد يتخيل رقاش بدها تنخبط لين تبقى الشمل شرحة وشمل الشهداء وتقوم ما عندها مستشفيات تدور فيها الدواء تنقضى وتقصف هم اللي تحاصر فيك المستشفيات وتقصف فيها وتنتبشوا القبور وتنتكت منهم اذا كان يجبر فيها حد من المقتول من حماس ولا حد من الناس اللي مختطفه. اذا هذا الحراك يعني الموريتاني ربما الاجماع بشكل عام يعني دور حزب التكتل فيه ومساهمة فيه، نعرف أنه يعني عمل جماعي ربما، لكن هذا دور الحزب بشكل عام فيه كيف تقرأه وكيف تقيمه؟ هناك وقفات فردية للحزب أمام هذا أم كل وقفات جماعية؟ الوقفات كانت طبيعة لأنها مقسمة، هذه 19 حزب تقسم على 5 نقاط: سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، سفارة بريطانيا، سفارة ألمانيا، سفارة فرنسا، الأمم المتحدة. وكل 4 أحزاب يعودوا قدام سفارة يعود هم اللي نسقوا واحد من الأحزاب هو اللي نسق الوقفة، ونحن اللي عنا نسقناها 2 ولا 3 حزب نسقها 2 ولا 3 الأنشطة الكبرى مسيرات مهرجان كانت تعود فيهم لجان التكتل، لا إما عيال تعود عنده واحدة منهم إما يعود مؤلف اللجان عضوية اللجان، يا اما عنده عضويته فيها يا اما تعود عنده واحدة من اللجان ورئاسته ويعدل فيها كامل اللي قد يعدل عند رئيسه كان يواكبه ويمشي فيها وقياداته الاخرى ومناضليه ومناصريه. وهذه القضية قاع نحن مولي اهتمام بها وتديرها في السلم الأولوية عندنا ما هو طارئ، يعني اللي حزبنا اللي نحل وجف بلو تكتل القوى الديمقراطيه محلول على السبب مسيره تضامنيه مع فلسطين. هذه قالوا في ديك اتحاد قوى ديمقراطيه محلول على سبت مسيره تضامنيه مع الاخوه في فلسطين. هذا هو السبب حل اصلا. بالتالي كنا جزء من هذا الحراك واصلا دائما فلسطين الاولويه عندنا. ولا نقدر نعزو عنها اي شيء يسوى هو شنو. من الانشطه اللي قامت بها الاحزاب السياسيه حمله التبرع، طبعا هو رئيس حزب تبرع، هو رئيس حزب احمد البدادة ومواكبين هاي التحرك ولافت نفترنا منه مستعدين للمزيد منه. وبالنسبه لنا ما زلنا شايفين لا عنا يلا نزيدوا منه، ما زلنا شايفين لا عن قالوا شيء وعنه عنه عن ما 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 يستخسر فيه شيء من الوقت ولا شيء من الجهد. اللي قضيه عادله وهذا اللي يعدل فيه شيء عر العالم كامل اللي مشدق بقيم الانسانيه والحريه المواثيق الدوليه. هاي كامل فضحته هاي القضيه قالها قضيه فلسطينيه. تاثير هذا الحراك بشكل عام كيف تقراه بعد يعني مرور تقريبا ما يزيد على 40 يوم من العدوان، تأثيره السياسي، تأثيره الشعبي، تأثيره على الوعي، على الدعم بشكل عام هذا الحراك؟ يعني هناك نتائج مثلا أو تأثير الأهم تأثيره الداخلي. احنا كيما تعرف دول العالم الثالث تأثيرنا على رنقال الخريطة الدولية لا محمود الملانة وقط بعد عندنا مؤثرين فيها وقط مرحلة معينة ساعة المستوى الدولي على الاقل بعد ما جينا دون الناس الدول الاخرى والشعوب الاخرى اللي حركت وعبرت عن امتعاضها وتضامنها مع هذا الاخوه اللي ترتكب في حقهم هذه الجرائم اللي متينه واللي شنيعه. المستوى الداخلي مالي حيينا هذه القضيه من جديد وتعرفت عليها اجيال كاع ما كانت تعرفها غابت عنها في الوقت اللي غابت فيه خطابات اللي متعلقه بقضايا الامه اللي عاده تتنمع مستوى الوعي. نحن كما تعرفوا على اللي قالوا مستوى الوعي بينا بالقضايا المشتركه حتى اللي قاع منها محلي خلق فيه فتور، خلق فيه تقدر تقول انه قطاع بين اجيال
لين عاد بركاد عنه مات له في الأجيال الصاعدة حكما ما هو عنده توف الوعي بالأمور الوطنية والصالح العام وقضايا الأمة وقضايا. سؤال أخير ربما نختم بهذا المحور قبل أن ننتقل للمحور الثاني، تقييمكم للتعاطي الرسمي مع هذه القضية، مع هذا الحراك، مع بشكل عام في دقيقة. التعاطي الرسمي لعدت اللي مسؤول عنه دور اللي قالوا القوى الدائرة في فلك السلطة كانت ماشية في القضية، الأحزاب السياسية اللي فلك الأغلبية كانت ماشية في هذا الحراك. إذن موقف الحكومة، الموقف الرسمي مشات فيه موقف الرسمي للحكومة، كان عندك موقف الشجب لا موقف يحسن السكوت عليه، وكان عنده هذا غير ملي خاصة أن هذه القنبلة اللي واخذت التايمز أوف إسرائيل اللي هي هذه صحيفة التايمز، هذه القضية لأننا احنا من بين الدول اعترضت على مشروع قرار مهم كمالو كذب عنه، هي ما خلق التكذيب الكافي قال وكذب عنه بيان وتعدل الخارجية. أنا شفت ماش تكذيب ماش تقول الوكالة الموريتانية الأنباء، شفت الخارجية تكلمت عنه فعلا، شفت شي نشروا مواقع وناسبوا لهم من المواقع المعروفة قاع وناسبوا للناطق باسم الحكومة وغير قاع هذو الناس دور يسرهم الله تعالى بهم، اللي أولا بعد قاع معهم الحق وبهم اللي مدافع عن أرضها، مدافع عن المسجد الأقصى. وشفت يامس المفتي محدث إبراهيم يوسف الشيخ سديا قصيدة بعض زينة دعم لهم وصفه وآخرها بعض بيت زين، الله قد كتب النصر المبين لنا، الله لن يخلف الوعد الذي كتبه. أنا عنهم إن شاء الله تعالى دور يصرهم مولانا، وهذه المرحلة اللي داخل ورك مرحلة بلا شك أنها مرحلة مفصلية، ولأنها وقفت ظلام بالكاد كان لا يعود مطبق الذي قال الشعوب الأمة ودولها من خلال واجعة أنظمة العمالة من خلال التطبيع اللي للأسف كان قطاره ماشي بسرعة وكان ملي له يضرب في بلاد مقتل. طيب. كان كلام عن دول محورية. شكرا جزيلا. لأن ننتقل للمحور الثاني المتعلق بالحزب، حزب تكتل قدمة الديمقراطية. هناك حراك مبكر ربما للحزب في ظل الهدوء السياسي نسبيا، يعني هل هو تدارك لنتائج انتخابات اللي ربما يصفها البعض بالمخيبة للحزب، أم يعني حراك روتيني؟ شكرا جزيلا. هذا السؤال فيه شقين، الشق الأول ذكرت فيه الهدنة، الشق الثاني ذكرت فيه قضية النتائج وما بنى عليها، وهذا كله عنده فعلا قرعته في هذا السؤال. ما يتعلق بالهدنة، أنا شفت الناس شهادة أخبارها حتى يقول لهم بعد لأن هي اللي قاعد يقررها نحن، اللي نحن هم اللي عادة قرروا كان هذا، لا كان نقيسوا الشارع، لا كان نوتروا، ولا كان نصعدوا. هاي المسألة الأولى. أنتم دارك فيهم. الهدنة. أنتم حالا فيذا فيذاش. نحن الهابل منين كنا؟ الهابل منين كنا؟ ولا هذا الركود اللي يطبع الساحة بشكل عام؟ إحنا كحزب لا نختاروا نكسره. اختاروا خلق شما وهو به اللي الفاعلين السياسيين يتخلاوا عن أدوارهم، ما يعرف حد بديل الله وخاص شنو، ووراه هي قطراقة السلطة في مرحلة ما، لأنها تعد تخلق بديل. وراكم شفتوا ذاك ترتب عليه ترتبت عليه أن صعدت لك طبقة سياسية بلا خطاب، طبقة سياسية بلا برامج، طبقة سياسية ما تمثل اللي قالوا المصالح الوطنية، ولا تخرصها ولا تراعيها ولا هي برامجها، وحل محل الخطاب السياسي الوطني خطابات الفئوية والشرائحية والجهوية والقبلية والمصالح الذاتية، وعاد توفي واجعة. هذا هو اللي مستشري. أيوة. ما يتعلق بالشق متعلق منه النتيجة النتائج فعلا، هذا 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 من الأسباب الرئيسية اللي عدلتنا على أننا عكف على مراجعة عاجلة للمرحلة الفاتت واللي فعلا جات فيها هذه النتائج. هو قاعش من الناس يحكم أحكام بالكاد أنها قاعة مطلقة، قاعد بتعود متمني إلى واحدين بتعود زينة عندهم،
وكرني بعد المقلوع من يديهم شنو إلا عاد شمن الحرمان وشمن دائما حشرنا في زاوية وشمن البط إلى قسم الشارع والسجن والتنكيل. وبعد الناس عادة ما تقالوا مع حد، احنا شو آخر ما نتقالوا مع الناس معنا صرنا حزب ما هو من الأحزاب اللي عدل دفنته في السياسة. وإذا بعد يقولوا عنه قاعبوا واللي وسانا عنه من الأسباب الرئيسية اللي عدلت لنا يجبروا هذا تراجع التراجع اللي هذا شنو اللي هي السبب؟ من الأسباب الرئيسية لأنه خالقة نوعية من المرونة احنا بالنسبة لنا مخلة بالمبادئ ومخصرة اللي ينقال قيم اللي يلا تعود عند أي سياسي وعند الناس اللي مهتمة بالشأن العام أن خارج مستوى فيها ما نزلوا له الناس عاد القدر منها نتيجة سيادة خطاب آخر ولا خطابات أخرى يعتبر عن هذا من الأسباب اللي عدلتنا نتراجع بالإضافة لأسباب أخرى اللي قد ذكرناها مرات وقد ذكرتهم في الحلقة الماضية معاكم واللي يجي فيها الموجب إن شاء الله وقد الآن نذكرها لكم من جديد. فعلا هذا أدى وهذا قاع هو الطبيعي هو الصحي لأن الأحزاب السياسية مراجعات يلا كل وقت يلين تحين كل مرحلة يلا مدة تقعد وتقيم أدائها في المرحلة الماضية ونتائج ذاك الأداء وتشوف إن شاء الله يخلق من المراجعات وتقوم به وتشوف الخطوات المستقبلية يلا تعدل وتشرع فيها. وهذا هو اللي حل فيه كان محل نقاش المكتب التنفيذي دورته اللي كانت معقدة المرة الماضية اللي شقها كان متعلق بقضية الميثاق اللي جريت عليه التعديلات من طرف المكتب التنفيذي ومن ثم اجازه ومشي فيه الحزب. والشق الثاني اللي هو اللي متعلق بقضيه اللي قالوا التقييم اللي ما بعد الانتخابات الحزب المرحله اللي سابقها هو اللي نجزت عنه تشكيل ذيك اللجنه اللي قالها لجنه السياسيه اللي تتكون من 12 عضو من المكتب التنفيذي. وذيك اللجنه شرعت هي من راسها تعدل البرنامج وتقييم وجا في اطاره هذه الزيارات الواحدة فيها ذرك الأقسام واللي متكابدة تحضر فيها تونا تنشط فيها قواعد الحزب ومتكابدة تبحث فيها ملي من خلال التواصل مع الأقسام ومع أطر الحزب ومع قواعده عن مكامن الخلل بصفة عامة به اللي تقييم يتزاحمت العقود خارج الصواب. كلما تسعد دائرة التشاور دائرة النقاش كلما بالطبع ذاك النتاج اللي ترتب عليه تعود أفضل من النقاش اللي يخلق في دائرة ضيقة والله أكثر ضيق. طبعا ذكرت يعني الآن أنه الركود ربما أفسد الساحة وأفسد الساحة بشكل عام. يعني المحاولات اللي بدأتم تقوم بها مثلا مرهوك مثلا اتفاق مع النظام ميثاق توقيع وحاليا هناك أيضا ربما أسمع أحياناً من خلال أجوبتك نبرة إلى حد ما حادة شوي تجاه النظام تجاه تضييق الحريات تجاه حتى يعني صنع طبقة سياسية والله بديل جديد كيف يعني هذا موازنة بين هذا وذلك. هذا موازنة شفت هذا لو كنت أنت اللي أصلاً جاتك الصورة طبيعية ما يعود بينه تعارض عندك. نحن ما قط بينه أبداً عن نحاول النظام السابق كنا بينا معه حوار لقينا معه اتفاق دكار وكان المفروض انه يتواصل معه الحوار ولا هو في بيه للاسف ما استمرت الكلمه السر واعتبرناه ما هو شريك جدي. ولحقت جاي نظام والنظام السابق ذاك عدلت معه بعض الطول المعارضه لكن ما هو حوار مثلا يهدئ من الساحه وكيف كيف اللي كان خالد شوف مثلاً. شوف يعني هي 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 الاحزاب السياسيه الناس تحجمها حتى الحزب السياسي يلا يعود طارح مصلحة الوطن نص بعيون يلا يعود محافظ عليها حتى مهمة عنده حتى ويفرق بين الوطن وبين النظام. أنا حق قد نعود في مرحلة من المراحل تعود الأعين المصبة اللي على ممارسات النظام بالتالي تسمع شد أخباره لا الفساد والرشوة والشكام اللي خلقوا ماهو صالح سواء كان تضييق الحريات سواء كان أي نوع من ممارسات أخرى لين تعود فم أمور أخرى تشرم عين تقبل جزء من اهتمامه والله تأدي على أنك تهمل شوي ذيك إذا فقه الواقع الجبهة لا طيب. لا قضية الجبهة الداخلية هي تمد عليك ظروف أنك فرض عليك طرح فيها شوي غير ما هو معناها ايش؟ ما معناها اتفاق مع النظام، لا هو معناها بزنس مع النظام. يقولوا كان ذا ما نعود
ما نعود انا قلت لك المقدمه دي قلت لك ولا تعود انت تنتبه لها. فهمت؟ بالتالي نحن ظروف يعني ظروف اقليميه ظرك ما تستطيع مش اخبارها بها قضيه غزه. وغزه قد يعطي الله تعالى على الظرف الملي تعود في الظرف الدولي تعود جات فيه ترى معنا نحن الدوله الوحيده من دول الساحل ما فات مرت به الهزات اللي مرت به دول الساحل الحمد لله. شفت الصراع الدائر بين القوى الكبرى هذا لا تقبل ميثاق ولا ينقال له اتفاق وينقال له ميثاق ميثاق ملي ميثاق جمهوري بنوده كاملها متكلمة عن قضايا وطنية ليش تحد يتكلم عنها؟ لكن تحد يتكلم عنها؟ لكن الناس تسميه اتفاق لكنه ما كان شامل كان ثلاثة أحزاب فقط ولو كان يعني ميثاق للناس كاملة لهم هناك أحزاب وجميع أحزاب سياسية كونوا ثلاثة أحزاب لا نود أن نطيل الحديث كونوا ثلاثة أحزاب هو هذا ربما هاي ثلاثة أحزاب كونوا ثلاثة أحزاب ما هي أول مرة شو مثلاً هذا الاتفاق اللي الحوار اللي قطخ خلق على اساس اتفاق من نتائج كردان دي الاولى ما تزور خضر ما تزور خلق بين الاف بي والطائع يبدا اس ربما اكثر حزب ما ياسرين حتى شوف الحوار اللي خلق زمن الرئيس سيدي الشيخ عبد الله رحمه الله عليه على اساس ودخل تواصل الاف بي معارضه هم الوحيدين اللي كانوا فهم من احزاب المعارضه داخلين مع قضيه النظام ما هي مره الاولى ما هي اول مره يعود حزب ولا حزبين سياسيين خصوصا ان يعودوا هذا هو ما قد يفهم البعض انه نوع من البزنس ربما قد يفهم البعض اذا نتجاوز هذه النقطه الهدف ربما المرسوم لهذا هو ايضا او من بين الاهداف هو التحضير للمؤتمر مؤتمر الحزب القادم اولا نود ان نعرف تاريخ هذا المؤتمر ثانيا هناك من يقول ان هذه المؤتمرات لبعض الاحزاب هي ربما مؤتمرات صوريه لا تنتش عنها يعني في العاده تشديد فعلي للهيئات الحزبيه القياديه وهذا جيد شوف هذا اساسا يوجه الاحزاب لا تسعى عن الاحزاب موريتانيا احنا دائما نستنسخ نماذج بقريه واجعه نقبوها بالكاذب جينا نتائج عكسيه نتيجه لاش لان ما راعوا فيها الحاله كي ديمقراطيه لابو اللي جاتنا دستور 91 بدل من هذه الديمقراطيه تمحي عنا القبليه الجهويه كرست جاتك قبائل رئيس سابق للطائف يعني جيتو كان يقول قوي بلاد هذه من المفارقات جابت لك زياده على ذلك قضيه الاحزاب هاي الاحزاب اعمارها شنو احزاب تكلمت عنها اعمارها شنو احزاب ايه هاي الاحزاب السياسيه اللي يكلم لاحقه مؤتمرات ويكلم عنها ويدور في الفام تشتد اخبار هاي الاحزاب اعمارها شنو هي مروسه لا اعمار الاحزاب لا انت في العالم الاخر في العالم الاخر تتكلم عن احزاب عمرها قرن زايد عقود من الزمن وفي بيئه مملي عاد سامح تيجي تتكلم عن مؤسسين عندهم حالات خاصه ما هم كيف مد مؤسسين مشروع وتم ماشيين فيه وعطائهم تم مستمر انت مثلا انا شفت مثلا بعض من الاحزاب عجل على هذه المساله النتيجه شنو مثلا تواصل نقلع رئيس السابق خلقت مشاكل وقف السحب وقال انه هذا قد توجهه درايه كان هذا البعض الان نفس الشيء يقول البعض انه هناك احزاب هناك احزاب مثلا هناك احزاب تمت عليها القياده يعني تمت قادم تواصل عليها ايضا هناك الشقاقات كثيره واختلافات كثيره عندك حزب مثلا عندك مثلا حزب النظام مؤتمرات تخلق فيهم اللي ما يكبر رجاجي وعين لكن هي الديمقراطيه في النهايه هو ما شرط عليكم تحاكم مثلا هو ما دورك تفهم لان النماذج اللي انطرحت قدامك ما فات عاد تشوف نماذج ناضجه من النضج لاحقه من النضج اللي يلا تعود تحاسب على اساسها احزاب اخرى هو شفت هذه واللي يلا تعود على من خلالها تقدر تسلط الضوء على مساله تعتبرها مشكله والله خلل بالوقت اللي هي ما هي خلل ولا فات دعاتها المحسوبيه فيها اللي ما فات دعاتها المحسوبيه مع بالرغم على ان حسب علمي وكشخص من داخل هذه الاحزاب اللي شارلها في هذا الاطار اللي لا فيها متكافئه مقدم على مراجعات كبيره ومهمه واللي مهم اللي قالوا المشروع الحزبي اللي مؤسس عليهم درا كانوا مشروع اللي مؤسس عليهم درا كان هو حقيقته درا كانوا استمر فيه درا كان الناس اللي اسسته واللي ما غيرت كانت تمت عليها كنش درا كانها صادقه درا كانها
خانت الشعب والله ما خانته. ندري كانها هاي القيم والمبادئ اللي رفعت والشعارات ندري كانها طرحتها ولا ما طرحتها. ظهر لي عنه أساسا هو اللي يلا تشتد أخباره وهو اللي مهم وهو اللي أساسي. بيئته بيئة تغيير للأسف ما خلقت بكل. أنت مثلا أنت ما عندك حزب صف الثاني دائما قابل النظام بسلاح ترغيب والترهيب تقريبا وحد خلاص الأمور منطقية شوي. مثلا هو حزب لا ينشي رئيسه يا الله الصف تهرب الرئيس يعود حذن في حد منه بيجي اللي أكثر اطلاع ومفروض أنه الفترة اللي طاق أكثر وكذا كذا. لأن تعود الحلقة دائما مفقود دائما مفقودا يعني دائما دائما بالكاد أنها البعض ربما يرجع فقدانها هاي الأحزاب نتكلم عنها ما قط برزوا فيها أشخاص ما بالرغم من أن فيها قيادات صامدة ومهمة يقير ربما نتيجة نكران الذات نتيجة لعدم حب الظهور نتيجة لأنها دائما تبقي أعمالها تجاه وطنها خالصة ولا هو معناها أنها ما كانت فهم ولا هو معناها أنها ما كانت أكثر عطاء يقير ما كانت هي اللي متقدمة ولو أنها هي القدامية في العمل الحزبي وهي القدامية في النضال وهي الأكثر. لكن أستاذ هناك يعني مثلا اتهامات تطالكم حتى من بعض القيادات المسحبة بأحادية الحزب في الرأي وربما حتى البعض يقول أنه مختطف ربما من مجموعة قليلة في الحزب ربما هذه ليست ربما من الأحزاب اللي قد يعني أو الأسباب اللي تكون تارك حال أنه السلاح بعيدا عن سلاح الترغيب والترهيب. حتى نحن مثلا في هذا النظام مثلا ربما اللي شهد مستوى من الهدوء السياسي ربما في ليس بذاك الحدة وربما يقول البعض أنه ما هو بذاك الحدة من الترهيب والترغيب والترهيب ظلت الانشقاقات متواصلة والاتهامات متواصلة أيضا للحزب ب يعني أحادية الرأي وكذا وشيء من هذا القبيل. شوف يعني ما ترى أنه فيهم خلل ربما في داخل الحزب بعيدا عن هذه الحزب. قلت زين وفيها ثلاث نقاط رئيسية ومهمة أنا ما تطرح الحد من الأحزاب ويجهلها هاك هو ريتواس هذا أحزاب جدية. قضية الأحادية قضية الانسحابات قضية الثالثة في دقيقة رجاء لأن الوقت انتهى. قضية الخلاف خلاف خلاف رواية عادي. هذا الحزب مارقة منه أحزاب ضرك فيها اللي عنده مؤسسة معارضة وفيها اللي مكانات أخرى مهمة ومنازل أخرى مهمة يعني مدرسة. بالتالي هذا ما هو رواية غريبة عليه عن تعود في توجهات اللي قاعد من تسميته قلت القوى الديمقراطية قوى ما هو قوى الاختلاف فيه التباين فيه رواية عادية وتسير الطريقة اللي تسير بها الخلافات والأحادية الطبيعة والصفة السليمة اللي أولا بعد قاع مؤمنين بني قالوا مبدأ الديمقراطية مبدأ الاختلاف ونعرفوا عنه ما فينا حد نسخط طبق الأصل من الثاني. هذه مسألة. المسألة الأخرى قضية الانسحابات احنا شفنا انسحابات بعد قطعا اللي تخلق هذه الأيام ما هي من تكتل القوى الديمقراطية. شفنا قيادات شفنا نواب والله نواب سابقون محسوبين على أحزاب أخرى احنا بعد قطعا من الانتخابات عادة هزة تخلق في كل حزب نتيجة طبيعة الترشحات لوائح محسوبة والناس اللي طام حالها عادة تعود ما هي قليلة وتخلق على ذاك الأساس ونراها قطعا ما حسين شفنا نزيف شفتوا أحزاب أخرى ونحن بعد الحمد لله الساركين من إلى حد الآن. قضية الأحادية يعني آخر شيء شدينا أخباره هي الأحادية عادة البلد تنقال فيه ما يعود يقد 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 يخلق فيه خلاف. نحن في بعض من الأوقات قلت مشين الصناعة قلت تعود من ياسر مشي أحيانا الأمور قد شفتوا حد بصيع من التكتل قد شفتوا حد قد شفتوا التكتل رافع. احنا شفنا أحزاب تطرت مناضلين وتمشي الساميين من البوليس وتعلقهم وتطلب عليهم ما تلاوجوها وكذا شفنا قيادات حزبية طيب انت عصفت خلافاتها والله بالكاد تاع صاحب احزاب وفيها اللي مؤسس وفيها اللي كذا. نحن الحمد لله خلافنا لا ماشي على النور. طيب شكرا جزيلا لك استاذ بابا ابراهيم المسؤول الاعلامي لحزب تكتل القوى الديمقراطيه والشكر موصول لك مشاهدينا الكرام على حسن الاصغاء والمتابعه والى ان نلقاكم في حلقه اخرى من برنامج المشهد في امان الله.